طه حسين، اي ماني نوفلز ايرين اني رايتس؟ هو عايش حبيبنا طه حسين ده؟ عايش؟ طالما مات الله يرحمه يبقى ايه؟ رود. يبقى ايه؟ مستر معلش البيج كام؟ بيج 182. الراجل ده توفى، فيبقى الله يرحمه يبقى رود. بعد كده 30، هي اي فري دايفنج 3 ييرز اجو. 3 ييرز اجو، منذ 3 اعوام. انت برضو يا حبيبة قلبي اجو، يبقى باث سيمبل. باث ستارتد. هي قالت ستارت؟ قالت طب ماشي، العيب على ودني. ماشي، هي ستارت بعد الحصة. 31، they are very tired. زي ايه؟ بص يا حبيبتي، بص all day يا جماعه، بصوا ترجموا الجمله. لو الجمله حاجه عدت خلاص تمام، يبقى دي باص. انما هو بيقول لك ايه؟ لمده 3 ايام. 3 ايام دول بداوا من 3 ايام يعني، ولا زال بنعد 3 ايام، وبكره 4 ايام وكده. قال لك خلصوا، يبقى باص سام. يعني لو قال لك last year يبقى ده ماضي. لو قال لك سينس، منذ العام الماضي مثلا، يبقى هاز والتصريف الثالث، هاف والتصريف الثالث مثلا. فهنا الجمله عندي ايه؟ they are very tired، هم تعبانين. تعبانين اهو ليه؟ ايوه، they have been working all day. عايزه ايه؟ حلنا غلط انتوا الاثنين، ومعاكم امال. امال عاملاها ايه؟ عاملاها ايه؟ have been ايه؟ working. انت عاملاها have been working من الاول يا شيخ، مش شاطبه؟ have been working. بعد كده I ate out that I can play more than one sport. I have found، اكتشفت. اكتشفت. I have found out that، انا لسه مكتشف ان اقدر اعمل كذا حاجه. رقي. I am a good swimmer since a very young age. عمر يا طيب، اقعد لي بقى عمر كده في الكاميرتك دي. since a very young age have بن جدع. she ate dinner. انت برضو دي ها، مش ها اكيد يعني، has صح. يبقى has already cooked. الله يا نيرو. has your uncle been to Europe? yes he، يا سلام، yes he went there. قايل لي last يا شباب، last summer، السنة الماضية، الصيف الماضي. they ate in that house for 5 years. ها، عسل. have lived، بقى لهم كام سنة؟ 5 أيام. هل سابوه؟ يبقى have lived. عارفة لو في معنى إن هم سابوا البيت يبقى lived. كملي يا هل. Is Tamer here؟ تموره هنا؟ No. He ate a short time ago. Left جدع. A short time ago. بص يا شباب، الحمد لله احنا قاعدين. طول ما انت بتدرس الموضوع بالمخ. الموضوع ايه؟ مخ. ربنا خلقك تعرف تفكر. انما لو انت عايز تجري، والله معلش اصل انا ايه، ربنا خلقني بايد واحده تمام، عمل حادثه ولا بتاعه يعني، ربنا كتب له كده برجل واحده، فاهم؟ انما احنا الحمد لله مخنا، كلنا قاعدين مخنا ده بنقدر نستخدمه تمام.
لا انت في بلوزه هنا، انا عارف في ايه. انت لازم تعترضي وخلاص. المهم حتى لو الناس بتفهم واحد اسرع من واحد، المهم هيوصلوا لنفس الايه؟ النتيجه ان تمام، ان انت بتفهمي. يعني انت بتفهمي، لو اتشرح لك حاجه بتفهمي. انما انا بقى كطالب، لا انا مكبر دماغي، انا مش عايز اتعب اصلا. ايه؟ اسمعي بقى، انا مش عايز اصلا اتعب نفسي واذاكر، فهلاقي ان المحصله ايه؟ عامل نفسي عندي بيخليني اي كلمه انا بسمعها انا مش متقبلها. ماشي، بريزنت سيمبل، بريزنت سيمبل، يخليني قاعد في الحصه مش مركز، يخليني قاعد في الحصه متوتر. فحبيبي انت لو هديت كده وعملت حسابك ان انت جاي الحصه فقط علشان ان انت تتعلم وركز مع الراجل اللي بيشتغل ده، تمام، انت هتوصل. مش هنا بس، لا ده في اي ايه؟ ده في اي مكان. ابص انا بتكلم وهي بتقول لصاحبتها الساعه كام؟ ماشي فلو سمحتوا انتوا في سن دلوقتي في ناس ما عندهاش الامكانيات اللي عندكم، بيت بيصرف وبيقدروا يودوكوا دروس، فاهم؟ الحمد لله، الحمد لله. فاحنا ليه ما نستغلش كده وان احنا احسن من غيرنا؟ ليه انا عايز افضل خايب؟ ليه انا عايز افضل لعبي؟ تمام؟ ليه انا في فلان احسن مني؟ طب احسن مني ليه؟ عشان ما بيضيعش وقته، عشان مركز في الحصه، عشان عارف حاطط على نفسه مسؤوليه وماشي بيها. انما عايش هبلوله كده هتفضل هبلوله طول عمرك. هتلاقي اصحابك اللي قدك واللي اصغر منك متاخره. ليه يا استاذه؟ ما هي الدرس ده يا جماعه انا بقى مش مسؤوليتي، انا ما بدخلش حد. خلاص كده يا مريم لو سمحتي انقلي المجموعه الثانيه. لا هي ما بتجيش بدري، هي المره اللي فاتت جايه برضه متاخره. ايه؟ طب برضو دي مش مشكلتي، تنسي تقول المستر، برضو دي مش مشكلتي. اقعدي يا مريم، ودي اخر مره مريم هتدخلي بعدي. بعد كده I ate to London last week. ها؟ went. I ate went. تمام، last week. 39 مريم. سيباستيان فوكان، واحد اسمه كده. بارت ان فري رانينج سينس، بصي، سينس هي واز 15. هاز، صح، هاز تيكن. ليه؟ لانها منذ ان كان 15 سنه. طالما بيقول لي منذ وهو 15 سنه يبقى لغايه دلوقتي. تمام؟ انما لو قال لي ايه؟ when he was young، لما كان صغير، يبقى ده باست سمبل. كمل. The sport in France in the 1980s. هي قالت ايه بقى؟ بص، هي لقت تاريخ اهو سنه، فافتكرت ان المستر قال مع السنين والتواريخ اقول هاز ايه؟ بيجان. بس نسيت حرف الجر مين؟ ان. هو انا لما اقول لك كده انا بدات في... بدات بس انا بدات حبيبي، افهم الحته دي. شايف القلم ده؟ القلم ده انا اشتريته من 3 اسابيع. هل انا لسه بشتري القلم ولا الشراء ده خلص؟ طيب من وقت ما دفعت الفلوس والراجل استلم مني الفلوس، ايه اللي حصل؟ بدات ايه بقى؟ ملكيتي للقلم في فعل تاني، في فعل تاني بدأ تاني يا جماعة. بنينا بيت في سنة مثلا 2020، مش البنا خلص ولا احنا لسه بنبني؟ خلصنا ان 2020. طيب من يوم ما من يوم ده بقى وانتقلنا هناك، هل احنا بننتقل بقالنا 3 سنين ولا عايشين بقالنا 3 سنين؟ عايشين. نفس الموضوع برضو في الشراء والبيع. انا اشتريت في الماضي والعمليه خلصت، انما ايه اللي بدا بقى يا نريمان؟ الملكيه، فعل التملك، يملك يعني ايه؟ هاف،
يبقى لو تقول لي انت بتملك القلم ده هتقولها لي كده I have had this pen for 3 years. انما لو هتقول لي اشتريت القلم امتى هتقولها لي ازاي I bought this pen last week. اشتريته الاسبوع اللي فات. طب وبعد ما اشتريته اصبحت تملكه من الاسبوع اللي فات لغايه النهارده ولسه هيفضل معاك. انتوا مش فاهمين برضه. الشراء والتملك. الشراء بيبدا وينتهي في لحظتها، ما بيستمرش. خلاص بتشتري الحاجه تدفع فلوسها وتمشي. ده دايما باص السم. طيب التملك بقى، انا عايز اقول ان اللابتوب ده بقى له معايا 3 سنين. لو انا قلت I had this mobile since 3 years يبقى معناه ان خلاص ما بقاش بتاعي، ملكيه خلصت. انما انا عايز اقول ان الملكيه لسه معايا، اقولها ازاي؟ I have had this mobile for 3 years، لمده 3 سنين ولسه الموبايل معايا. مين مش فاهم؟ اونلاين. بعد كده يبقى هنا بص يا حبيبتي، ذا سبورت بيجان. هي بدأت بس، بدأت بس في عام فت او في الثمانينات، انما لا زالت بقى ايه بتلعب، يعني لسه بنلعبها. بقى لنا كام سنه بقى؟ احسبي 20 و 20 43 سنه. ماشي. بعد كده مستر ايوه محمد الطيب راسل لحضرتك ان هو مش سامع حاجة. ماشي. 41 How many world records منا؟ صح، أنا بسأل عن إنجازات شخصية، أقول لك كده How many world records have you broken؟ هو مش سامع. طب يا عمر أنت لسه مش سامع؟ أهو. بعد كده I ate three records so far. دي المفروض بصي دي تبقى مفيش يو، يبقى I have a broken. بتكلم عن إنجازات صبري صدقي. We ate an English course from June to August. ليه؟ توك من شهر 6 لشهر ايه؟ ها اوجست شهر 8 يبقى ده خلص، يبقى وي توك. بعد كده كمل some sharks بعض القروش ايه passed me on one occasion but they weren't interested in me. سوان جدع. بعض القروش عامد جنبي، انا بحكي قصه يبقى بص سامبل. مستر المايك فصل، مش سامعين حضرتك. ماشي يا شباب، يبقى لو انا شلت جملة this was from 2014
في 2015 ما كتبتهاش، هحل دي كده بقى له سنه شغال، انما دي حاجه ماضيه عدت خلاص. مره وركد ماضي، بعد كده 47 ادهم اياد اي ان سكاري مومنتس ها هاف يو هاد، انا بسأل عن تجارب سابقه، عمر عدت عليك لحظات مخيفه؟ كمل. هي اي ان تي في ا نمبر اوف تايم هاز ابيرد، جدع، لقد ظهر في عدد من الافلام، خيرتنا. هيز بيج فيم، شهرته الكبيره، نوت ان 2006، جدع كين، جدع. ليه بقى؟ لان هو بيقول لي في عام 2006 البدايه، فالبدايه دايما ايه يا مريم؟ باست سمبل، دايما البدايه باست ايه؟ سمبل. سنس ذن، منذ ذلك الحين، تبقى خيرت فري رانينج، جدع، هاز بيكم ممتاز. ولا محمد ياسر، ياسر هي ايه a serious accident، serious خطير، accident حادثة، ولا has never had، عمره ما عمل حادثة، he has never had a serious accident، مين؟ اه مش انا بقول I have never been و I have never gone الايه؟ لا اه بيبقى عندكم بقى درس ميسيو رامي بيضرب. عارفه يا بنت اتاخرت انت وهي بعد كده دقيقه، هيبقى ماشي ما نشوف ماشي. ولا يا سورتي هي ايه اكروس ذا روف توبس اوف، دي الجمله دي غلط ها، كمل 53 اه ايه تو باريس يا ياسر، ممتاز. Have you ever been to Paris؟ بسأل عن خبرات سابقة. The president ايه in Egypt last Monday؟ كمل بالمرة. Last Monday arrived، ماضي. جدع جدع. مروان يا عم اصبر، مروان بيقول لك يا مروان جمل ريرايت بقى، جمل الريرايت دي بنعمل فيها ايه هن؟ تجيب لي جمله او سؤال وطالب مني ان انا اكتبها بشكل جديد باستخدام الايه؟ الكلمه دي، يعني مثلا ما اقول لك ايه؟ ماي نيم از احمد، يجي يقول لي كولد، يبقى اي ام كولد ايه؟ احمد، نفس المعلومه بس بطريقه ايه؟ مختلفه. طب اسمعي بقى مروان كده وهو بيشدو بالحل العبيط الصحيح، بيقول لك when did they buy their tickets؟ واو السنس يا نفس السؤال، what will you see، what will you say، هتقول لي ايه؟ نعم يا حبيبي. مين عارف؟ قول يا عم، قول يا عم. غلط، ممتازة، قولي يا بنتي. هاو لونج،
لا مش بقى كده. هاو لونج ايه؟ قولي يا حرير. كنت أقول they زي ايه؟ لا احنا هنخليها سؤال برضو. how long since they bought their tickets هاو لونج how long since they bought their لا tickets هاو لونج. بص يا حبيبي كده، بص يا بابا كده، هكتب هاو لونج از ات، كم عدى من الوقت، واجي جاي كاتب كلمة سينس. هاو لونج از ات، منذ كم عدى من الوقت، منذ. قول لي بقى عمل ايه كده؟ سينس زي، اكتبها جملة بقى، سينس زي بوت their tickets، عدى قد ايه منذ ان اشترى التذاكر؟ كم مرة من الوقت؟ كم مرة من الوقت؟ استاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية في عزب دمنهور والعمور، When did Isam buy his mobile؟ مين قال لك؟ ما جايش 3 years مثلا؟ طب ما جايش 2 days ago؟ أنا عايز أجو. عارف تعمل إيه في دي؟ When we did equals how long ago على بعضها كده، يبقى when equals ايه؟ how long ago، برضو كم عدى من الوقت، يبقى when بتساوي ايه يا مصطفى؟ مصطفى how long ايه؟ ها ago، يبقى نقوله كده how long ago. ايه بقى؟ did عصام had sorry buy قصدي buy his mobile، how long ago did عصام buy his mobile؟ فين ملزمتك يا اسف؟ ماشي يا اسف. 3 أحمد came a short time ago. مالك يا عم؟ تعبان؟ كنت تغسل وشك؟ مية قطع عمك. قول يا محمد. أحمد مال أحمد؟ ما تكتب يالا أخلص يالا. يا ابني حط دي كده عشان تعرف تكتب عادل. كده. احمد ايه جدع، مين اللي قالها لك؟ احمد has just come، احمد لسه جاي. مفيش بقى short time ago، مفيش بقى short time ago. ما هو حاجه من اتنين، يا تقول لي I have done، I have just done my homework، يا إما تقول لي I did my homework short time ago. يعني يا بط سامبل معاها short time ago، يا إما present perfect ومعاها كلمة just في النص. أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء المديرية محمد براني، قول we haven't، دي غلط برضو. هات لي 5. It، معلش احنا اسفين. It's a long time. It's a long time since I ate out. 4. لو عرفتها هديك 10 جنيه. يعني انت عارفها؟
ها It's a long time. طب قولي كده. عسل عسل. I haven't. أنا سأقولك على أفاكي دلوقتي. I haven't eaten out for a long time. شاطر، ماشي. عايش فك تكست. قولي يا مان. She started collecting stamps 4 years ago and hasn't stopped yet. ولم أتوقف حتى الآن. عمر حكى. هتقولي إيه يا جميل؟ ها ها ما شي ايه هاز شي هاز ايه بين ها كولكتينج ها ستامبس شي هاز 50 جنيه تتفك تجي لك 60. ليه ان شاء الله؟ She has been طيب انا صدفت كده يا جماعه. She has been collecting stamps. ها فور ايه بقى؟ فور years 7 هند. يلا يا هند، نفس اللي فوق. مالكيش دعوة هو بدأ يعمل إيه، ببدأ، مالكيش دعوة بالفيرب بدأ. هاتيلي هو بيعمل إيه بقى له 3 سنين ولا ساعات ولا الكلام ده. هتقوليها إزاي؟ هي جدع، هي هاز بن. ما أنا قلت بقى مالكيش دعوة بالبداية. هاتيلي بيعمل إيه؟ هي هاز بن ريبيرنج أهو. He has been repairing the roof for a 3 hours. For 3 hours. يلا يا مريم. برضو نفس الفكرة. He started playing rugby for 4 years. He has been playing rugby for 4 years. برضه شاطر شطورة. مين اللي بيقول مش فاهم؟ ملك مريم مش فاهمها. مش مشكلة. 9 حلها لي يا مريم. نمبر 9 يلا. بيقول لك he started learning. بص يا ماما، هو بدأ ياكل من ساعة، يبقى لا زال ايه، يبدأ ولا لا زال ياكل؟ يبقى نقوله كده he started eating
one hour ago. ده بدأ بس كده. طيب لا زال بقى. He has been eating for an hour. إنما البداية انتهت. دايما البداية الأشياء دي بتخلص في ساعتها. يعني أقول لك بدأوا الماتش، يعني إيه بدأوا الماتش؟ شاطوا أول كورة. هما لسه بيشوطوا أول كورة؟ شاطوها خلاص انتهت. يبقى باست سيمبل البداية. إنما إيه اللي بيحصل بقى؟ إيه اللي مستمر؟ هي منه؟ إيه اللي مستمر يا منه؟ في لعب الكورة. هنا أنت بقى حلها لي. بباتمان اللي انت لابساه ده. قرد مان. ها. He started learning Arabic 5 years ago. ها. قولي. ها. تعالي انت كده رقم. He has مارة برضو. احنا قلنا البداية انتهت، ما ارجعش اقولها بقى. هو عمال يبدأ تعلم، لسه عمال بيبدأ، بيتنيل بيتعلم. يبقى he has been ايه؟ learning. he has been learning. ها زفت والله العظيم. Arabic. ها for ايه يا هبلة؟ يا هبلة. for 5 years. بقى له 5 سنين. عيلها بلول. يلا يا حسين. ازيك يا حسين؟ حسين ما حضرش الدرس ده. يلا يا شهد. يا مستر، هتبقى I haven't been on a holiday I for 3 years. gone عادي خالص on a holiday. أصل عادي go on holiday بمعنى إيه؟ يذهب في رحلة. هي مع ده expression على بعض. يبقى I haven't gone on holiday for إيه بقى؟ 3 years. بص يا حبيبي، هو بيقول لي إنه 3 أعوام منذ أن ذهبت في عطلة. طب عايز haven't، يبقى I haven't حاجة ما عملتهاش برضو. I haven't gone on holiday لمدة قد إيه؟ for 3 years. عايز أقول ما أكلتش بقالي ساعتين. I haven't eaten for 2 hours. تمام؟ ما شفتش علي بقالي 6 سنين. يبقى I haven't seen علي for 6 years. اللي عليه الزور قول له واحدة كمان يا شاهد. I lost. الله. سلام. I haven't seen I haven't Excellent. Seen. not I seen haven't again. seen. مها. هتبقى I haven't seen. ايوه هافن سين عادي. هو بيقول لي اخر مره شفت مها، يبقى لم ارى مها. اي هافن سين مها Since I was in the bank. since I was in the bank. since I was in the bank. شطوره. يلا يا دمياط. When did you leave to school? عاوز سنس. ممكن نحطها في السؤال؟ نعم ممتاز. المفروض اني احطها في السؤال؟ في سؤال. الناس تعرف ايه اسمك وانت بتسوي. انا قلت يا مريم يا بنت فلان الفلاني. اهو وريني اسمك مريم ايه وانا اقول. ها وين واقول وين برضو. ما مش عارفه. طب بصي كده راجع اول سؤال. بصي كان قايل ايه في نمبر 1.
How long؟ How How long long؟ is it؟ فأنا هنا برضو يا خيري، لو أنت مش فاهم مش هكتب، يعني ما تكتبليش وأنت مش فاهم. أنت فاهمها؟ يبقى هنقوله كده يا جماعة، كم عدى من الوقت؟ How long is it since؟ ماشي يا دمياطي، وضحت؟ times سنس ايه بقى؟ since you left school لا 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 لا، سنس يو leave lived left، سنس يو اجيبها ماضي بقى، سنس يو left school. طب قولي يا دمياطي الثانية، ماشي. How long is it since we went to the cinema؟ When did you? When did When? you؟ كلمة last بقى، when Last. did you last؟ يعني آخر مرة عملت، when did you last إيه بقى؟ go Go. to This is cinema. the cinema. To the cinema. To the cinema. 14. معانا هاجر خضر. تبقى John joined the company 6 months ago. يا هاجر أنا حضرتك ثقتي فيكي كبيرة قبل ما تجاوبي. بس يا حبيبي يا بابا ركز يا بابا، جملة مش سهلة. بتدور على إيه في الشنطة؟ الحل. هتبقى John has joined بص بقى، اسمع بقى، اسمع بقى للشطاره والمعلمه بقى. جون هاز ايه بقى؟ join عطلت من عينك يا بومه. جون هاز ايه؟ been ممتازه. هاز بن، هاز بن in this company، in this company for، او ممكن اقول has been working كمان، has been in this company for، ممتازة يا هاجر، for 6 قصدي، امسح امسح، for 6 months. افهم بقى هي عملت ايه، الله ينور. الطريقه الثانيه اهي، هي اسمع ادهل، هي او اللي هو جون يعني has been working، وكمل برضه has been working in this company for 6 months. دي الطريقه الثانيه، يا اما لا زال يعمل has been working، يا اما بقاله في الشركه دي 6 شهور. 15. قولي يا هاجر واحدة كمان. والله انت ما انت فاهمة حاجة ولا داريانة بحاجة. ها. he has shown هي لا غلط دي بقى كده. هي ايه؟ نحط بين برضو هو بيقول لك هو لسه، هو لسه موضح الصور او موري الصور، وحاطط كلمة جاست. بصي كده هتقولي بقى he showed، he showed صح، he showed me this his photos
شورت تايم، سامعها بتتقال من ورايا. شورت تايم اجو، شورت تايم اجو، منذ وقت وقت قليل. شورت تايم اجو. عامل ايه يا السوق؟ عايز تطلع تكتب؟ يعني ايه يا السوق؟ اتفضل يا السوق. والله ما انا مزعلك. اتفرجوا على خط الروبا. يلا بشجعك اهو. لا ده انت هتلاقيني في ظهرك دايما، بديك على قفاك. بشجعك. اكتب يلا، خلاص اطلع اكتب. وهيبيض ويكتب على البورد بس. ماشي. امسكوا قلم عادي يا عم، اهو معايا عادي كده اهو. ايه؟ نمبر 16. مين يا شباب؟ مين معانا اونلاين؟ اسمع يالا، دوس كده على الاخضر ده. ايوه دوس على البارتيسيبنتس. لا بارتيسيبنتس. ايوه يلا. مين؟ هاجر، فدر، شهد، قالت. يلا يا اياد، يلا يا حريري، دوس على الاكس. ها Have you ever eaten shrimp? دوس على الاخضر ده بقى، طلعها فوق. ها Have you ever eaten shrimp? ايه هو بيقول لي؟ no I've never eaten shrimps. shrimps ده اللي هو الجمبري. Have you ever eaten shrimps? have you ever get active have you ابعد الكلمات عن بعضها. have you ever يا ابني، ابعد الزفت عن الزفتة اللي قبلها. have you ever eaten shrimps؟ فين question mark 17؟ قول يا دود تاني يا دود. Have you ever eat ليل تحتيها؟ وبيقول لك she has known her new neighbor for 2 weeks. I sense She knows the new. غلط. غلط. ها بس يا ماما، بس يا ماما، انت عشان مسكت 10 جنيه بجد والله. بعد كده she has known her new neighbor for 2 weeks since. عبيط. مين يحلها؟ أنا يا مستر. قولها. طيب هاو لونج؟ لا مش هاو لونج. مين يعرفها؟ هو انت ان شاء الله ما بتحلش غير اللي عليها فلوس؟ طب هقول لك تحلها بفلوس، لو ما حلتهاش هتدفع بقى فلوس. مين يقول؟ شي غلط. غلط. يلا يا دمياط، قولي يا دمياط. يعني انا هجرب بس، ها؟ هجرب بس مش جرب متأكدة يعني. جربي، شمري ايدك بس. she had known غلط. her new ما فيش شيء اصلا. ها مين؟ في شيء اصلا. يا اساتذه، يا اساتذه، اتس
It's 2 weeks. احنا قلنا نجيبه اتس وبعدين مدة زمنية. It's 2 weeks. واجيب since جملة سنس. لا يا بابا. سنس اجيب جملة بقى دي بارت سامبل. سنس شي نو. سنس شي ايه؟ نو. بعد سنس اجيب جملة ماضي. سنس شي نو هير نيبر. معلش قلت كده في سرك بقى معلش. 18 18 عمر أسامة. Last week I haven't read the story yet. لا طبعا I haven't read the story. غلط طبعا لأن last مش capital. I haven't read the story last week. اي ايه؟ I haven't read the story last week. لا Last طبعا. night. لا غلط طبعا. شناوي. ايوه يا مستر، ها ايه هتبقى I haven't read the story since last night. يعني برضو لا. I started. I started. بدأت reading the story last night. أو I didn't read the story yesterday. I didn't read the story أو last night يعني last night. I didn't read مرحمه. I didn't read the story last night. ملخر أشوف فيه. لا جه جم تحت. 19 he phoned. نعم ايه يا ابني بديك حقنه يا ابني. he phoned his friend a short time ago. قول تاني يا اسامه. عمر اسامه. مع حضرتك يا مستر. he found his friend. He just phoned his friend short time ago. قلبي present perfect. يبقى انا هي عاوز اغاوب. just phoned. he has just phoned his friend. يوسف شناوي. معاك يا مستر. they have lived there since 2013. بسم الله على ما يتابع ده يرشع. زي هاب هتبقى زي هاب جنبي بعدها مستر. اي زي هاب lived there 14 years. for 10 years. هي دي شطبها برضو. She has done the housework for 10 hours or 4 hours. يبقى برضو نفس الطريقة. It's hours. It's hours. Since she did the. أجيب بس سامبل بعد since. Since she did the housework. Since she did the housework 23, the government started. الحكومة بدأت تبني. Started building a new city 3 years ago. بقى معايا كده. The government. has been building
A new بس يا بقرة. A new city for مرة for 3 years. وسنس تحسب لي بقى 2020. نعم يا حبيبي. هتزوري يعني ولا ايه؟ مش فاهم. The government has been building. الجملة كلها عندك أصلا. في حتة دونكاية كده. 24 انت ممكن؟ لا مش ممكن. بسيطة اهي. ممكن؟ قلت لك لا مش ممكن. ألف سلامة جبسيها يا ماما. She 24. She didn't do her homework. عاوز يت تبقى she hasn't done her homework yet. بس كده. مستر، نعم. هي تنفع تبقى she doesn't do her homework غلط. yet؟ عايز يت يا بابا. غلط. يت يبقى present perfect منفي. ويقول لك she is still cooking يبقى she has been cooking since morning. كملوا الباقي ونمشي. We went to Europe. درس دلوقتي يبقى he has been to Europe. ياخدكو to Europe 3 times. بقرتين قاعدين جنب بعض. والله 27. I have been reading this story for an hour. How long? يبقى how long have you been reading this story? How long have you been reading this story? He has been looking after his garden for years. يبقى هتكتبها بنفس الطريقة. It's years since he started looking after his garden. ماشي يا شباب. 186. هلو حكيم. درس مين؟ انا هزر اونلاين. اكمل صح؟ مروان اهو. مروان عايزني اكمل. خلاص دول هنحلهم دلوقتي. تاني تاني وقعت فيها تاني. ماشي خلاص خلاص يا هبلة منك ليه؟ خلاص. مين اللي بيقول ده ايه؟ مين اللي قال ده ايه؟ مني؟ منه؟ منه اللي بتقول لي ايه ده؟ ماشي اتفضلوا يا شباب. مع السلامة ماشي مستر. الصفحة دي.